نبيل أخ. السلام عليكم. في خطر استوديو 14 ومن جوا رانا حاضرين بمقابله مليحه جميله ومورا تصبح يعني كيفهم تفهموا داروا ميتينغ ان شاء الله يربحوه. بصح الماتش اللي فات اللي لعبنا معهم خسرنا، بصح ان شاء الله الماتش نربحوه ورانا معولين ان شاء الله لازم نربحوه. ياسر هذا نورمال لازم نربح اليوم مقابله جميله تبعنا مع فريق شيفاس بوز ان شاء الله، ورانا يعني معولين بسيكولوجيك وانا ملاح وان شاء الله ان شاء الله نربحوا. وهذه هي. والسلام عليكم بارك الله فيكم. اعطيني الانتيليجونس معنا المدرب العام. هنا مقابله نحن وضع ماشي يا ناس بالحملات على كل حال مقابله جميله ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله تكون روح رياضيه وسلام. هاو الهوارج تنقلوها مركز استوديو 14 ما كان والو وفي خطر الناس غردايا. نوري لك هو وري هو اسمعني على كل حال شنو عليك ان شاء الله في الماتش مقابله ان شاء الله مليحه. نطلبوا مع الجزائريين كذلك عندهم لقاء مليحه تكون مرتين ان شاء الله اليوم نسيبش نلقاهم ان شاء الله. ولا على كل حال سليمان ثانك يو فيري ماتش. سمعنا تشكون كيف اخرى ليك امليك السلام عليكم. حنايا لي جان تاع عمر سميت لي زالجيري عايشين هنايا وواحد لعبوا صحاب هونز شراتكم مقابله في المستوى. هذا خويا فارد. هلو السلام عليكم. حنا ليكيب تاع عمر سميت الجزائريين from Algiers and we play many games with Sunday League. Today we come to play with the League of Hounslow and we hope we do good. Thank you. السلام عليكم. احنا ليكيب تاع هما سميت. We going to play against which club? Hounslow. And just say hello to everybody. That's it. Thanks. هذا راه قاريطه ماشي لعبه. هذا راه بلاصه هاملي جوا تاع الصحه يا عبدو. هذا عبدو انيثينغ انيثينغ يا صوفيا. اي صوفيا كلمه. السلام عليكم. هنا انا مع ولاد 500 راح يديروا مقابله ان شاء الله. We're gonna have a few time and we're gonna community. Yes, we can say friend and that's it really. And say hello to everyone and that's it. Salam alaikum. هاي السلام عليكم ونشوفكم في الصاد ان شاء الله. هاي كلمه خفيفه. السلام عليكم. احنا مشينا مع هامر سميت باش نلعبوا مع ان شاء الله خاوتنا تاع هونسلو. ان شاء الله يجوز ماتش باب وان شاء الله نمير كي كان. هذه هي. والسلام عليكم. ومع الخش القايد ومزور اللي ما يزول الشبك نربحهم 3-1 باذن الله ان شاء الله. صح الله. تأتي هنا من استوديو 14 كاونت داون إلى انطلاق المقابلة. جمهور غفير راح يتفرج على المقابلة إن شاء الله. راح تبدأ انطلاق المقابلة. نشاهدوا الحاكم يعني يعد في اللاعبين وراح يصفر في هذه الدقيقة إلى بداية المقابلة. مقابلة حرة في المستوى. انطلق المقابلة نساتي ونساتي أعزائي المتفرجين لصالح فريق اف سي هونسلو. هذا رقم 8 السعيد يعطيها لرقم 4 كمال. يمررها جانبية للجناح الأيمن. واش راح يعمل بها؟ يرميها طويلة. سعيد يمررها لرقم 10. قفة جميلة والهدف. هدف جميل لساتي أولي سادتي.
قبل انطلاقة الشوط الثاني. شاهدوا اللاعبين في استراحة قبل بداية الشوط الثاني. وسوف نتصل بفريق هونسلوف لفيستير لنشاهد كذلك مدرب وتصليحات. هذا ابراهيم الحراس قلتوا له الماتش هذا في خاطر البلاد، خاطر اللي ما تدوش البلاد لعبوا على جرحنا. وهذا عبد الغني في زيدان ولا يا سيدي احمد انا سيدي روحي حتى ناس مرات فردينا ماذا بكم تزوجون ما نديروا ده والله ما كاشف حبيت نتزوج نحوش حالة مرة صار بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم ان شاء الله. بقول له سوف نتصل بفريق هونسلوف لفيستير وهذا المدرب راح يشوفهم ليعطيهم كلمة الأخيرة. Je vais à tout le monde. 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 Je vais